السلام عليكم، محمد الثلاثي من ساكنة إمزار كندر، بائع متجول. خويا الحوايج اللي عندنا هنا زوينين، عندنا طبيعة زوينة، مازال واقفة على الإصلاحات بزاف، وخصها غير شوية ديال التنظيم وشوية ديال هادي. وعندنا مشكل آخر في بالنسبة للنظافة، حنا خايفين بزاف على حساب هاد الشركة، كنخافوا نبقاو يعني الشركة ما ديرش التمديد ديالها ولا شي حاجة. وراك عارف دابا من اي مواطن، راك هاد المشكل ديال الزبل كيهم الصغير والكبير يعني هاد المشاكل كانت قديمة في المجلس القديم. خويا هاد المشكل هذا راه مشكل المجلس القديم، حتى هو كانت الشركة النظافة، ولكن دابا مهدد بزاف، المدينة مهددة بزاف. وبالنسبة للرئيس الجديد هضر على هذا الموضوع ولا لا؟ السيد الرئيس اللي هو السي مصطفى الخصم البطل العالمي، كنحييه من هذا المنبر بزاف، وشفت انا المجهودات اللي قام بها، هضر على حساب ذاك الباعة المتجولين اللي ما يبقاوش في ذاك الشتاء والثلج وهذه، وبقاو فيه بزاف، اثروا عليه وهضر عليهم ودار ويعني ضرب واحد الطريقه، شنقول لك، كثر كاع من فايته، بحال هضر فوق القلب ديالو، هو متعاطف مع الباعة المتجولين، وهضر على شركة الزبل خاف، قال لك على حساب كاين دراري صغار يقدروا يمرضوا ويقدروا يتاثروا من هاد سميتو. وحنا كنطلبوا من السيد العامل مشكور من هذا المنبر، الله يجازيه بخير، يتدخل السيد العامل ويشوف هاد سميتو هاد المشكل شنو هو. وعاش الملك، الله الوطن الملك. قول لي فاش دخل مصطفى في ذاك الدورة، واش هما وافقوا له على هاد النقط ولا ما وافقولوش؟ خويا هاد النقط ما وافقوش على ذاك النقط اللي هي سميتو المعارضة، الناس المعارضة ما وافقوش. عارف انت شحال ديال النقط دازو ما وافقوش عليهم؟ ايوا راك انت انا تما، كانوا قيل 4 النقط اللي هما ما كاين سميتو داك الشركه ديال النظافه وديال السوق النموذجي وسميتو ديال السياسيك دياليز. انا كنت حاضر في داك الدوره، راني جالس وما بقاش فيك الحال حيت ما وافقوش عليهم. خويا شنقول لك، خويا بقى فيا الحال بزاف والله العظيم، كاين شي مشاكل، فهمتي، كاين شي مشاكل خص، وتا بيني وبينك والله العظيم، حتى داك الناس المعارضه راه فيهم ناس اللي هما شرفاء، وفهمتي، ماشي غادي نحكموا حنا على كل شيء، راه كاينين ناس مزيانين تما، وتقريبا راه كاملين مزيانين، غير كاين شي سوء سفاهم اللي خلاهم زعما شي حاجه ماشي هي هذيك اللي خلاهم يديروا هكذا. نظرك دابا كنت انت ود المدينه، وكنت ديجا عندك يعني شي مجلس القديم، تقدر تعطي فرصه تكون المعارضه، يعني تكون ضد المشاريع اللي كاينه عندك في المدينه؟ لا، ما نقدرش انا نكون، ما عمري نكون انا ضد المشاريع. كما قلت لك، كاين شي حاجه اللي خلات المعارضه ما ديرش هكذا، شي حاجه ما نقدرش انا نعرفها، لان هذوك الناس المعارضه انا كنعرفهم مزيان، ناس مزيانين والله العظيم، ماشي شي وحدين اللي هذه، الاغلبيه كذلك تا هما ناس مزيانين، والمعارضه تا هما ناس طيبين، راه فاش كتلاقاهم وكتحاور معاهم عاوتاني تا هما غير هما الاسباب، ما بغاوش يقولوا الاسباب بالضبط اللي خلاتهم يديروا بحال هذا سميتو. نظرك دابا الا بقاو المعارضه يعني ضد اي مشروع مثلا دار في مجدار، زعما غيزيدوا لقدام؟ وما غيزيدش، داكشي باش كنقول انا كنتمنى من السيد العامل، عامل صاحب الجلاله اقليم صفرو، يتدخل في هذا سميتو، لان هي السلطه الوصيه. الله يجازيكم بخير، نناشد جميع المواطنين والفاعلين الجمعويين انهم يكونوا مستعدين بالسمات وراء جلاله الملك نصر الله واياده. النجده يا جلاله الملك، النجده يا جلاله الملك، راه هاد الناس هادو راه ما بقاوش يحشموا وما بقاوش يخافوا وما بقاوش يراعيوا الله سبحانه وتعالى. اسم الكريم اسماعيل، الصفه فاعل جمعوي، ممثل مجتمع مدني،
طالب جامعي اكيد في اطار الدوره التي ادرجت بعد يعني بعد تاجيلها الى يومنا هذا، نلاحظ سمات المعارضه في استنكارها وتوقيفها للمشاريع المبرمه من طرف برنامج الجماعه الحضريه لمدينه مزار كندر، ولا شك ان هذا يفسر ان المصلحه العامه لا تهم النخب السياسيه بكثر ما تهمهم المصالح الذاتيه البراغماتيه. اذا صديقي العزيز، نحن في محطة أصوات اليوم نقدم وبمسؤولية قانونية الإطار الفاعل كيف سنقوم ببلورة وإنجاح المنطقة الإيكوستراتيجية لمدينة مزار كندر، بغض النظر عن الانتماءات السياسية والبوتيكات التي تلعب ما تلعب خلف كواليس الإقليم وكواليس الجهة. وأنا أعلم أن السلم الإداري لكل حزب سياسي يريد أن يمارس أو يمارس ضغوطاته من أجل استنزاف أو استنكال إن صح التعبير الطبقة الضعيفة والمستضعفة ألا وهي الطبقة الهشة. وتذكيرا لما جاء في خطاب جلالة الملك نصره الله وإياده أنه يجب النزول إلى أرضية الميدان وتعبئة المواطن الذي لديه غيرة على المدينة، ولا شك أن هذا واضح من خلال تسيير الفاشل للمجلس. لأن أقول هذه العبارة، إذا كنا في إطار الصراع الرنان بين هذا وذاك والآخر وإلى ذلك، سنجد أنفسنا في خندق هؤلاء السياسيين الذين يركبون ويتماطلون على كاهل أبناء الشعب الجريح. أكيد فيما يخص المشاكل الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية والمشاكل الأسرية التي نعيشها حاليا، هي مشاكل تجعلنا وبكل سماتة خلف جلالة الملك نصره الله وإياده ندافع عن حق مشروعية المجتمع المدني، ندافع عن الممارسات المشبوهة والدنيئة في حق الممثلين النخبويين الذين يشكلون خطرا على مدينتنا. وأنا أقول وأعي مسألة ما أقول، الله يرحم والدين الشباب المواطنين، راه هذا الشيء اللي كيوقع في المدينة ديالنا لن نصمت عليه، فأعذر من أنذر. وللتاريخ الكلمة الفاصلة بين المجتمع وهؤلاء الشرذمات المرتزقة. وأنا أعي ما أقول، حنا كنا ننتمي إلى أحزاب، أنا شخصيا كنت أضمن ما جاء في الدستور وما جاء في عدة مواثيق، وأجد أن هؤلاء لا صفة لهم ولا قيمة لهم ولا مسؤولية على عاتقهم، باعتبار أن المواطن في هذه المرحلة الآنية يعاني من المشاكل، يعاني من تضخم ديال الاقتصاد من داخل المغرب، باعتبار أن البنيوية الاجتماعية تتجسد في البنية الاقتصادية. وأخي عزيز، لا شك أن أصوات من هذا المنبر تعبر عن الواقع وتعبر عن الحقيقة، ليس الحقيقة المطلقة، لأن العلم كله نسبي. نحن ندافع بنسبية حق القرار أو سيادة القرار من داخل المدينة كمواطنين. بالله عليك، إلا ما غاديش يدوزوا لنا السبيطار وما غايدوزوا لناش السوق النموذجي اللي مسدودو هذه سنين ولا خمس سنين، وما غاديش يدوزوا لنا المشاريع اللي تبلورات من طرف جلالة الملك ما تقدتش كما هي انزلت في البرامج الموثوقه من طرف السيد العامل. الله يجازيكم بخير، حنا كنعيشوا في شنآن، وهذا الشنآن خصنا نبعدوا عليه، خصنا نشوفوا المصلحه العامه، خصنا نفكروا في ما هو تفكير قيمي نيري لهذه المدينه.
كيفاش نزيدوا بها القدام باعتبارها تتواجد في موقع ايكو استراتيجي، باعتبارها ان يمكن ان تضاهي مدينه افران التي لها مستوى عالمي. اذا كيف ولما لا هاد المسؤولين هادو يتحملوا جانب من المسؤوليه ككل، كما نحن نتحمل المسؤوليه كفاعلين جمعويين ممثلين للحق المدني. الله يرحم والدين، ما تخليوناش نخرجوا على 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 الوعي ديالنا، ما تخليوناش الله يجازيكم بخير نخرجوا على الواقع اللي خصنا نناشدكم به ونقول لكم فيه بان راه الناس ديال البلاد راه كتعاني، الناس ديال المنطقه الجبليه ايمو الزركندر والقرى تعاني، كاين الناس ما لقاتش المياه كيف ما شهد جلاله الملك في اخر الخطابات ديالو بندرات المياه. الله يجازيكم بخير، هادشي اللي واقع في البلاد راه خصنا نتحملوا مسؤوليتنا التاريخيه فيه، كما انني اتحمل مسؤوليتي التاريخيه امام المواطن. راه كاينين اللوبيين في وسط المجلس الجماعي لمدينه ايمو الزركندر كتسترزق على كاين ابناء الشعب وحنا كنعرفوا هادشي، ولكن مازال ما جاش وقت الحاسم. راه النهار نتحملوا مسؤوليتنا كاملين ككل، حنا ما كنضربوش في الاشخاص وما عمرنا ذكرنا الاشخاص وما عمرنا قلنا ودي هاد الناس زوينين ولا هاد الناس خايبين، حنا بغينا المصلحة العامة، فمن سولت له نفسه إذا بما هي المناضلين ديال المدينة. أقسم لكم بالذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم ومن أرسل بالرسالة وختم الديانات أننا سنكون لهم بالمرصاد. أنا هذه رسالة موجهة من شاعر مدينة ايمو الزركندر كنوجهها لجميع المسؤولين. أنا راه كنقولها بغيرها، ماشي كنقولها بانتماء ولا بتزويد أفكار لهذا العقل هذا باش أنني نضرب في هذا الشخص ولا فهاد. أنا كنطلق عن مواقف، كنهضر بمواقف، واللي بغى بغى واللي كره كره. وكنقول لكم هاد المسؤولين نعلوا الشيطان ورجعوا لله واجتمعوا وجلسوا على ديك الطاوله وشوفوا الصالح العام وشوفوا المواطن راه 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 را مقصح، شوفوا المواطن راه مقصح، شوفوا المواطن راه مقصح. الله يجازيكم بخير. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.